السلام عليكم. الاسم ديالي الوعدودي سفيان، من الطلبة الذين اجتازوا امتحان الأهلية لشهادة المحاماة. صراحة احنا جينا اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية باش نعبروا على الموقف ديالنا من تجاه الخروقات اللي مارستها علينا وزارة العدل منذ الإعلان على هذا الامتحان. صراحة الخروقات كانت خروقات كثيرة جدا، ابتدأت أولا من الطريقة التي ساغت بها وزارة العدل الامتحان، حيث أنها اعتمدت على واحد مجموعة من القوانين لم تكن أبدا في التوصيف ديال الإعلان ديال الامتحان المحاماة. ثم الخروقات الثانية كانت كتجلى أيضا في توجه الممنهج لتقليص عدد الناجحين، على أساس أن هذا اعتبار اعتبرته وزارة العدل على أساس أن سنة 2019 امتحان الأهلية شهد نجاح ديال 4500 طالب، وهذا كان كيشكل حسب تصريح وزارة الوزير السيد وزير العدل خطر بالنسبة لمهنة المحاماة بشكل عام. احنا كنعرفوا جميعا أن عدد المحامين في المغرب حاليا هو 13000 محامي. الناس اللي نجحوا في 2019 كان 4500 ناجح. كنعرفوا جميعا على ان هذوك 4500 كلهم لم ينخرطوا في الهيئات، وانما كاين غير واحد النسبه هي اللي انخرطات. ومني كنقارنوا عدد المحامين في المغرب مع عدد المحامين في جميع الدول اللي حنا اون جينيرال كنقارنوا راسنا معاهم، كنلقاو بان عدد المحامين في المغرب راه هو عدد ضئيل مقارنة مع عدد الدول كلها اللي دايره بينا. وهذا كيطرح لنا واحد السؤال، واش غير حنا اللي خايفين من هذا العدد الهائل؟ هذا كيطرح لنا سؤال كبير. اليوم القطاعات كلها اصبحت كتمارس سياسة توريث المهن، هادشي عشناه مع مهنة التوثيق في سنة 2011 من صدرات القانون رقم 3209 فين اللي توعدات فيه بأنها سوف تقوم بإنشاء معهد لتكوين الموثقين. ومن 2011 لم تنشئ أي معهد، ولم تقوم بطرح أي مباراة، ولم ينخرط أي طالب أبدا في هذه المهنة، وهذا بحد ذاته واحد الاشكال كبير. ما انتم كتشوفوا حضرتوا على كل شيء، الله الوقفه ديالنا غتبدا في الوحده، وقفه وطنيه ان شاء الله غتكون ناجحه غير باش نوصلوا الصوت ديالنا. حنا ما غنديروا بالباله، ما غادي نديروا صداع، حنا غنوقفوا وقفه سلميه، غنقولوا المطالب ديالنا اللي هي موحده ومشروعه بين جميع الطلبه اللي تضرروا من هذا الشيء، باغيين فتح تحقيق، وبذلك غيبانوا ان النتائج تلعب فيها ومشبوهه، وبذلك غتلغى يتلغى الامتحان وتعاود الامتحان تشرف عليه لجنه مستقله من المسؤولين النازيين. وباقي كنقولها عندنا مسؤولين نازيين في البلاد ديالنا، وبذلك الاجراءات القانونيه ديالنا حنا ردناها وغناخذوا التعويض كطلبه مغاربه. وتحيه لبلادي وتحيه. واش نتوما مع اقاله وهبي؟ هادشي شويه ما شنو نقول لك، يتفتح تحقيق. وديك الساعه الا كان عند السيد الوزير شي علاقه بالتلاعبات بيان سور وبالمتابعه القانونيه والاداريه ديالو، ولا حنا حتى واحد ما منعنا. انتما كتشوفوا لي كونترانت اللي لقيت باش نعطي انا تصريح با بلوس كو سا، اما حتى شي حاجه ما تمنعت. وحنا دايرين وقفه سلميه، ما دايرينش مظاهره باش ما يكونوش شي حاجه غير قانونيه ولا كنطالبوا بشي مطالبات غير قانونيه. حنايا ناس ديال القانون، كنحترموا القانون وهذا الشيء اللي كاين. وشكرا. شكرا على استضافتكم لينا، وشكرا على استضافه المنابر الصحفيه النزيهه في هذا اليوم المبارك. الاستاذ وليد بن سليمه رئيس جمعيه السيدات المغربيه، اللي خرجنا قبل في التصريح على السيد وزير العدل المحترم. اليوم هذه في هذه الوقفه اللي اليوم كنا كنحتاجوا انهم يخرجوا الناس الجادين والناس اللي كيهمهم الامر. اليوم راه كانت المنع ديال الوقفه الاحتجاجيه اللي كنا غادي نكونوا اليوم مؤازرين كجمعيه السيدات المغربيه، كنا نكونوا مؤازرين الشباب والشابات اللي اليوم تعرضوا لهذا ما عرفتش اش نسميها، واش تعرضوا ماشي غير خروقات، اكثر من خروقات، لان اليوم الشباب المغربي كيحتاج النزاهه في الامتحانات، وكيحتاج الامتحانات اللي تكون نزيهه وتكون عندها واحد القيمه. والبارح خرجنا احنا ببلاغ اللي هو استنكاري، كنستنكروا كل الاستنكار على ما طرى وما جرى في هذه الامتحانات اللي خرجت اسماء باسماء ابناء وزير
العادل. ابناء بعض الشخصيات اللي هما كانوا كيدافعوا على ابناء ديالهم باش يخرجوا، حنا اليوم كنطالبوا من صاحب الجلاله الله ينصرو انهم يخرجوا بواحد الاعفاء لهذا، هذا من منابك رايكم المحترمه. بغينا اعفاء ديال وزير العدل اللي هذيك مهزله هي في التاريخ، ان اليوم اولا يتعاود الامتحان باش انها ما نبقاوش نخلطوا الحابل بالنابل. وهي مهنه ديال المتاعب، واليوم الشباب والشابات المغربيات ما عندهمش مهنه من غير المحاماه اللي بيتبينوا فيها القدرات ديالهم، حتى هي ولات اليوم ما بقاش ولات فيها تنافسوها الكبار. والسلام. انا جاوبته قلت ليه بزعطاله كانوا عندك جوج، لا كانوا عنده جوج اجازات وهذاك الشيء، انا قلناها ليه، قلنا ليه بزعطاله لان تولد الشعب اللي ما عندوش واش ما يديرش المحاماه، اللي ما فحالوش ما يديرش المحاماه. من حق الجميع، والجميع لديه الحق انه يقري وليداته، انه بزاف الامور ماشي هي احتكار على طبقه وطبقه اخرى.